حتى تضع، نتحدث طبعا إن شاء الله، حتى تضع الحرب أوزارها. هون حتى في منهم من أهل التفسير فهمها هيك، لاحظوا كيف فهمها، فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها. ايش يعني؟ يعني شدوا عليهم في المعركة مشان تنتهي الحرب، مشان تنتهي الحرب، يعني الغاية ابطال الحرب. ومن الناس اللي فهموها بهذا الشكل الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، في التحرير والتنوير فهم حتى ايش؟ كأنه الغاية من الامر. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، اعتبر هذيك الجملة الباقية معترضة، وبعدين فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها، مشان الحرب تنتهي. إذا أنت ليش بتسارع إلى القتل وضرب الرقاب من أجل أنها تنتهي الحرب؟ إذا مش هي، إذا هي الحرب هي مش غاية، هي إيش؟ وسيلة من وسائل. مرات بتكون احنا تحدثنا عن جهاد الدفع وجهاد ايش؟ الطلب، سبق تحدثت. طيب، فاما من اذا حتى تضع فهمها بهذا الشكل بعض اهل التفسير، ومنهم الطاهر بن عاشور في كتاب التحرير والتنوير، وهو من افضل الكتب اللي ألفت في القرن العشرين في التفسير، التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور. لأنه توفى وين؟ ما هو في السبعينات، توفى في السبعينات وكان عمره في التسعين، تونسي. لذلك هم سبق قلنا أنه من حتى تعرفوا قيمة الطاهر بن عاشور، مرات بيقولوا عن تونس بلد الطاهر بن عاشور مشان يعرفوا تونس. كمان مرة مش قلناها سابقا في درس؟ مشان يعرفوا تونس شو بيقولوا؟ بلد الطاهر بن عاشور. الطاهر بن عاشور ايام بوركيبة، لما طلب منه بوركيبة، مشان في بوركيبة على فكرة حاول، قال يعني الصيام، قال الصيام هذا بيؤدي الى تعطيل العمل والفعالية في الانتاج والتفاصيل، فدعا الناس في تونس على التلفزيون، دعاهم، قصدي في الاعلام يعني، دعاهم للافطار يأكلوا في رمضان، بلزمش الصيام، وكنه استعان بالطاهر بن عاشور مشان يفتي الناس، زي اليوم اللي بايعين نفسهم. لذلك طلع ابن عاشور شو قال؟ كذب ابو بركيبة وصدق الله. هذا الرجل كذب ابو بركيبة والله صدق. بديش افصل في القصة يعني بالضبط، بس هذا خلاصتها. انتبهتوا شو طلع قال؟ قال لهم الله صدق وكذب ابن بركيبة. هذا الطاهر صاحب التحرير والتنوير، مات عمره في التسعين من عمره رحمه الله. طيب، يرى انه هون كأنه حتى هون بمعنى ايش؟ انها بتحدد الغاية، الغاية من ضرب الرقاب، الغاية من ضرب الرقاب حتى تضع الحرب اوزارها مشان تنتهي الحرب. والمعنى الثاني فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. يعني هذا كله التعامل فيه إلى أن تضع الحرب أوزارها، إلى أن الغاية. هون الغاية بمعنى إيش؟ النهائية، لما من تقييدها يعني بإيش؟ انه التصرف هذا اللي بتتصرفوه خصوصا ضرب الرقاب الى ان تنتهي الحرب. لانه شو معناه تضع الحرب اوزارها؟ شو معناه تضع الحرب اوزارها؟ تنتهي. طب ليش هذا العرب ليش يعبر بهذه الطريقة انه تضع الحرب اوزارها؟ لانه شو هو الوزر وشو هو الوزر؟ الوزر والوزر، الوزر بالدرجة الأولى الملجأ، أو بلاش الوزر، الوزر
ايش هو الوزر؟ كلا لا وزر الى ربك يومئذ. كلا لا وزر، ايش الوزر؟ فيش ملجأ. كلا لا وزر الى ربك يومئذ. اذا ايش الوزر؟ ايش الوزر؟ الملجأ. والوزر هو الاثم. بس ليش بس انو اثم؟ الثقيل، لانه الاوزار فيه الاحمال الثقيلة. طب والانسان ممكن يحمل، بعض الناس يحملوا اثام ثقيلة. شو اسمها هاي؟ اوزار. والوزير ليش سمي وزير؟ لانه بيحمل هموم الامة. بيعمل هموم الامة. الله يعني انا مو وزر، هذول اللي بيحملوا هموم الامة هذول ماتوا. الوزراء اللي بيحملوا هموم الامة ماتوا حتى يسموا، نسميهم وزراء. ولذلك موسى شو كان يريد؟ وزيرا، يعني يشاركوا في الامر، مش هيك؟ وزير يحمل معاه، يعني يحمل معاه الحمل. ويبدو انه في علاقة طبعا بين الوزر والوزر. ايش العلاقة؟ هو اصلا الوزر الملجأ، وغالبا الملجأ اللي كانوا زمان يلجأوا له الجبال والكهوف اللي في الجبال مشان تحميه. ما هو كيف بده يهرب؟ يهرب وين؟ امك الجبال. الوزر هذا الملجأ، والجبل في حد ذاته عشان بيحمي وثقيل المشيك في الحس. فبالتالي يبدو في نسب مع الوزر اللي هو الثقل، واللي بيعني حسب شو هو الوزر. هل هو حمل مادي يعني، ولا هو اسم كبير ينوء به الانسان وضميره لانه ثقيل، او يوم القيامة مش بيجوا حاملين اوزارهم يوم القيامة ايضا؟ ايش الاوزار يعني؟ شو تفهموا من الاوزار؟ معناته الاثام الثقيلة. ايش تضع الحرب اوزارها؟ ما هو ظرف الحرب كل شيء فيه ثقيل، في الجانب الاقتصادي، في تدمير، في التدمير اللي بيحصل، في القتل اللي بيحصل، في الاثام اللي بتحصل، لانه لا تخلو الحروب من ايش؟ من اثام مرات. اذا هي شو معنى تضع اوزارها؟ سواء كان اثقالها على البشر، لانه ثقيلة الحروب، ثقيلة ولا مش ثقيلة الحرب؟ ثقيلة ومكروهة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، طبعا لانه ثقيل، ثقيل من كله، ولكن اشي طبيعي، اشي طبيعي. ففي ناس لما يشوفوا لك انه ثقيل من كله، بصير بقول لك ايش بدنا في هالشغلة؟ خلينا نذل احنا، خلينا غنم. لا، ما هو هذا وقتها برهن مصيره ومصير احفاده أبا ما بتدري كم قرن. ودائما الامم على فكرة اللي بتضحي تدفع اثمان اقل في الحرب مما تدفع في السلم اذا بدها تبقى ذليلة. طيب، فاذا معناته ايش؟ فهمنا، حتى تضع الحرب اوزارها، يعني اسلك هذا السلوك الى ان لانه انت في الوزرة بتشد. لا، ما احنا تعبيرنا احنا في العامية بنقول وزرة، مش هيك؟ لانها بتشد فيها نفسك انت. بتشد فيها. طيب، اذا حتى تضع الحرب اوزارها، ذلك، ايش يعني ذلك؟ لاحظوا، ذلك كل اللي قلنا لك اياه، وهي اللي بدنا نقول لك اياه، اللي قلنا وبدنا نقول، هذه اللي اجت بين الثنتين، ذلك ولو يشاء، لاحظوا، ولو يشاء الله لانتصر منهم. هو القضية لو كان الله، لاحظوا، لو الله اللي بده ينتقم
ما بنتقم منهم بدون ما يكلفك، بدون ما يكلفك. لأنه بعض الناس كان قال لك يا الله، الله سبحانه وتعالى هو لا يرى الظالمين، لا يرى المجرمين، لا يرى لا يرى لا يرى لا يرى ايش ذلك، ولو يشاء الله لانتصر.